سولف لنا وطمئنا على صحتك، لانه الجمهور العراقي جدا حاب يتعرف على اخبارك. والله وضعي الصحي يعني ما يطمن، احتاج الى بعد اكثر من عملية، ومحتاج الى اكثر من جهاز، لان انا ما عندي مدكيت هنا بامريكا، يعني ما عندي تأمين صحي. نعم. لا تعالج على حسابي. نعم. انت الان وضعك صعب؟ شو يقول؟ الان وضعك صعب؟ عيني؟ الان وضعك صعب لو زين؟ اي لا وضعي صعب الحقيقة، قوة قدرت اطلع وياكم. لانه خاضع لعملية القلب المفتوح، وعندي بتور باقدامي صارت. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى هو ماشيها. شنو هذه العملية؟ ويعني شنو قال لك الدكتور؟ اريدك تسولف لنا التفاصيل. يعني ما اريد اكئب الناس اللي تسمع. يعني صار عندي 5 بتور بالاقدام. نعم. بالاقدام اليمنى واليسرى. يعني ما اقول لك، واحد ما عنده تأمين صحي وعنده 5 بتور بالقدم ومسوي عملية القلب المفتوح. يعني لو عده قلابي دولارات هم كان خلصن. طيب الان شنو الخطوة القادمة؟ يعني شنو راح تسوي؟ والله يم الله خالها يم الله، شو اسوي؟ يعني اكو عملية قريبة، اكو اجراء طبي معين؟ اكو عندي عملية يوم 24، عملية كبيرة. نعم. خاف احكي يقولون دا يتشكل ودا يتطلع. سولف لنا، احنا نريد اليوم نعرف، وهذا بطلب من جمهورك طبعا. نعم. جمهورك اليوم يريد يعرف اخبارك. على راسي، شرف بيهم. يا حبيبي. هاي الاخبار وهذا الوضع اللي انا بيه، والله كريم. اشتقسم يقولون شو وداك لامريكا؟ هو لو ما الضيم والمشاكل والمسدسات انا اروح لامريكا، ولا انا ايش عندي؟ شو مسوي بالعراق؟ زين. زين انا اسالك سؤال، منو من الفنانين لليوم يتواصل وياك، يسال عنك، يسال عن حالك، عن اخبارك؟ ماكو، بس بهجة الجبوري هنا يمي، خوي وصديقي. اللي ببغداد ما حد يسال عنك؟ نعم. فنانين اللي موجودين ببغداد ما حد يسال عنك؟ ابدا. شنو تقول اللي شنو تتوقعهم؟ اصدقاء وعشرة عمر ورحلة مسرح وتلفزيون، واليوم ما يسألون عنك. اخوة واصدقاء واحبة. عيش اذا تسأل عليه. يخابرني جاسم شرف مرات الرجال، خوف الله عليه. هو ايضا هم صحته تعبانة استاذ جاسم. اي الله يساعده. زين سولف لنا الان شنو العلاجات اللي جاي تاخذها؟ تفضل لك الجو. علاجات الجانجري ومخلفاته ونتيجة السكري. نعم. يعني كلهن اجتمعن، كلهن التمن. زين. خلف الله على محافظ الانبار مرة داز لي مبلغ. يبدو السكرتير ماله او مدير مكتبه ضاربه علي، وظليت كل شيء ماكو. ناشدنا المحافظ الانبار. قال والله احنا علينا سويناه، وهو مدير المكتب. ما وصلت لك الفلوس؟ راحت. هو نعم. وما وصلت لك الفلوس؟ راحت. لا ما وصلني كل شيء، وصلني بس الحسد، وصلني العتب من بعض الاقارب والاصدقاء. على انه انت ليش تضعف؟ لك شضعف؟ اني يوميا اموت شضعف؟ واكو اكثر من حاله ضعف؟ اكو ناس قالوا احنا راح نفزع لك. ذيك المره خبرني واحد من قناه، قال انا الدكتور فلان والبنشرشي فلان والمضمد فلان، تعيش اتحدى اي شارب بيهم، فقدني بدولار. نعم. كل ذول سمعتوهم
دكتور والمدري منه فلان ورئيس المؤسسة والسيد النائب، كل شلع شلع، كلهم كذابين. نعم. شنو هسا انا ما اريد اهيج المواجع او اقهرك، بس ثق بالله انه العراقيين يحبوك، الجمهور العراقي يعني متعطش لشوفتك. بس انا من كان مسرح مكي عواد شتت رواتب للفقراء وما خلي واحد فد يوم نخاني او احتاجني، يجون حالهم حال اللي يقطعون تذاكر ياخذون رواتبهم الشهريه ومساعدات اكثر من ما انفق على نفسي وعلى عيالي. طيب تتمنى لو يرجع بك الزمن ومسرح مكي عواد والاعمال المسرحيه وشت تتفرح الجمهور والناس؟ طبعا. شو نسوي؟ طيب السؤال الاخير اللي اريد اسالك اياه، تعتبر اليوم عالم الست وهيبة هي لليوم مخليتك عايش في قلوب العراقيين من خلال حجي نواف؟ لا، عالم الست وهيبة أواخر الأعمال، قبل بيت وخمس بيبان، قبل مسرحية غدرت اسمها المطحنة، قبل مسلسلات كثيرة وأعمال غدرت، بس عالم الست وهيبة أقرب للواقع العراقي. نعم. البغدادي، عندك علم جعفر الرحمانية، أقرب للمتلقي. أنت تشاهد الميديا يعني الانستغرام وتشوف مقاطعك لليوم هي متصدرة بال يعني بالميديا بالمواقع؟ أشوفها أطق من القهر على موضوع صحتي وعلى موضوع وضعي. أنا هسه أرجو أن يفهم المستمع الكريم من خلالك مدى أتشكى أو أستدر مشاعر أحد أو أنخف واحد من الحكومة، كلها عندي زبل زبل بمعنى الكلمة. زين، أكو مقطع شهير لك هسه بأيام رمضان دي يتناولوه لك، واحد يدز المقطع للثاني مع المشهد اللي تقول ترى راح أخليك يمكن بالقائمة السوداء. نعم. شنو تناشد اليوم رئاسة الوزراء؟ أنا خلوني بالقائمة السوداء. نعم. اليوم تناشد رئاسة الوزراء، عندك مناشدة تحب توصلها للسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؟ أصدقائي الشرفاء اللي وضعهم زين ويقدرون يساعدوني الآن، تليفوني في أمريكا 586 222 7134، طبعا مع الكود مال مفتاح أمريكا اللي هو 01، أو يعني ما يصعب. الوضع يعني يتطلب الوقفة مع الرجال. نعم. مو وقفة مع الدول العابرين، وقفة رجال إن شاء الله. الآن في وضع نعم أحتاج بي إلى وقفة إن شاء الله. هاي مناشدة إلى رئاسة الوزراء، وهي لا يعني أشتري أكيد المبادرات لدعم الفنان ولا. نعم. الوزراء أبعانا ولا رئيس الجمهورية بعانا. نعم. تقطعوا الحكي ما تقطعوا، ليش هو رئيس الوزراء ما يعرف بوضعي؟ 40 مليون ما يعرف بوضع مكي عواد اسميه؟ ان شاء الله راح توصل المناشدة، وان شاء الله اكيد ما نقطع لنا دائما مع الحق. شنو تقول لكل جمهورك اللي دا يسمعك، الناس اللي تحبك الان فرحت بوجودك؟ يوقف وياي لا يقصر ان شاء الله. شكرا لتواجدك. رحمي سارعتكم واشكركم جدا. يا حبيبي، واحنا فرحنا بوجودك وانضمامك، وان شاء الله القادم اجمل على حياتك ونشوفك بافضل حال واجمل حال ان شاء الله. وسلمنا على كل الفنانين والعراقيين الموجودين في ميشيغان. اريد اقول للعراقيين، مو حكومة ولا وزراء ولا نواب. نعم. بس اقول للعراقيين ساعدوني ان شاء الله، راح تشوف شيء ما يتصدق. لكن انا اقول لهم اللي يقدر على مساعدتي خلي يساعدني. شكرا جزيلا. واللي يزعل نعم من اهلي من قرايبي من زوجتي نعم يروح يطخ راسه بالحائط. نعم. شكرا لتواجدك. كيف انا احكي مع العراقيين اكيد، وانت عراقي وعندنا وبينا. شكرا حبيبي. جزيلا. اكيد شكرا لتواجدك ويانا وانضمامك لنا، وان شاء الله اتمنى لك صحه وعافيه يا حبيبي. السلام عليكم.